بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا الرشد بالتمام والكمال يا محب للإحسان، آمين يا ربنا يا سميع يا عليم. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، يعني رفضوها الآيات، وعاربين أي من الله. شو معناه الكفر؟ ملة واحدة. طبعا عن الكفار في تونس بالذات يقول لك أنا مؤمن بالله، ولكن في قارة قلبه الفاسد الذي به أمراض شتى، أمراض روحية روح منتنة، ولا أمراض عقلية عقل غائب أو منكسر أو منحرف، وآتى من لاوي الفساد ما يتغاضون به قراءة كتب وفرجة في المعاصي، ويضحكوا يضحكوا يراوا المعصية، يراوا المقال بتاع المفسدين يضحكوا، لأنهم يعني مثلهم مش يتأثروا بهم، هما في الهواء سواء، هما هزهم إبليس إلى حيث يكون الندم ويكون الخسران المبين الدائم أبد الآباد. ربنا يا باقي احفظنا واجعلنا باقين على عهدنا معك، لا نخل بواجباتنا أبدا، لأن لا نأمر نأمن مكرك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والسلام على أهل الله بالتمام والكمال، آمين يا رحمة.